منرحب بحضورك ماري تريز عي اختصاصيه التغذيه. معك بدنا نحكي اليوم عن الكوليسترول ومداره وكيف ممكن شو الاسباب تودينا لهالمطرح ننصاب بالكوليسترول وفي امكانيه للعلاج واكيد من نظامنا الغذائي وانتباهنا قادرين نتخلص من هذه المشكلة. نعم، أول شغلة الكوليسترول، لما بنسمع كلمة كوليسترول دغري بنفكر أنه الكوليسترول ما لازم يكون موجود، هذا شيء كتير خطر. هيدا غلط. الكوليسترول بمعدلاته الطبيعية بجسمنا له دور كتير أساسي ببناء جدران الخلايا، بإنتاج الفيتامين دي، وبإنتاج بعض الهرمونات داخل جسمنا. إنما لما بيزيد عن معدله الطبيعي، هيدا الشيء بيخلي هالمواد الدهنية تفوت على الشريان، سو بيصير في صعوبة إنه الدم يقطع، الأمر اللي بيؤدي لمشاكل بالقلب وحتى سكتات دماغية بأوقات بحالات كتير متقدمة. أسباب الارتفاع الكوليسترول بجسمنا في يكون أسباب خارجة عن إرادتنا، عامل وراثي أوقات بيسبب أنه الخلايا ما عم تقدر تتخلص بشكل صحي من مادة الكوليسترول، سو بيصير في عنا تكدس لهالمادة داخل الجسم. أيضا في مشاكل بالكلى أو بالكبد، مشاكل الحمل، أيضا في أوقات منلاقي أنه بفترة الحمل بيزيد حتى معدل الكوليسترول داخل الجسم. وعامل العمر، العمر أيضا له دور أساسي لأنه الخلايا بتكبر، سو ما بيعود عندها ذات القوة لتكسر الكوليسترول، بيصير في تكدس. وفي أسباب نحن منكون عاملينها، منكون مسببينها من طريقة نمط غذائي خاطئ، عدم ممارسة التمارين الرياضية، التدخين، تناول أطعمة خاطئة، سهولة بيأدوا لتكدس الكوليسترول داخل جسمنا. في أنواع على الكوليسترول، في عنا الكوليسترول النافع وفي عنا الكوليسترول الضار. نعم، يعني فصلينا بيناتهم تنفهم. نعم، نحن في نوعين من الكوليسترول. في الكوليسترول النافع اللي هو نحن جسمنا كتير بحاجة لإله، قدرين نكون عم نوصله من خلال أطعمة هلأ رح نعددها، مثلا مثل الأسماك، مثل التون، الساردين، السمو، كل شيء ثمار البحر يعني. وبلاس على هيدا الشيء من وراء زيت الزيتون، من وراء الزيتون، الجوز، اللوز، المكسرات النية، هول كلهم بيساهموا بارتفاع الكوليسترول النافع لجسمنا. وأما بالنسبة للكوليسترول السيء اللي هيدا عطول عنا هي مشكلة كتير كبيرة، ومنلاحظ أنه بمجتمعنا اللبناني في كتير أشخاص بيعانوا من هالمشكلة، عطول الكوليسترول السيء بيكون عالي واللي منيح بيكون واطي. في أطعمة مثلا نظام غذائي خاطئ بيعتمد مثلا على أطعمة مهدرجة، أو مثلا زيت النخيل، زبدة، زبدة الكاكاو، كل هول المنتجات، حتى إذا قرينا برفوف السوبر ماركت هول العلامات على المنتجات، من المفضل الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع الكوليسترول أو معرضين ما يكونوا عم يشترون. وبلس على هيدا الشيء مثلا الأطعمة الجاهزة بسبب غناها بتكون أكتر بتعتمد على القلي وعلى الزيوت وعلى الزبدة، سهولة أفضل كمان نكون عم نبتعد عنهم لأنهم بيسببوا هالارتفاع. الصلصات الجاهزة أيضا بتكون غنية بتكون سبب لارتفاع نسب الكوليسترول داخل الجسم. ويعني التدخين أيضا، الكحول أيضا سبب لارتفاع الكوليسترول. قد الوزن الزايد له تأثير؟ له أهم سبب من ارتفاع الكوليسترول هو الوزن الزايد، بيكون سبب أيضا يعني لتكدس هالدهون وبيكدسوا على جدران الخلايا، وبيزيد بيكون سبب لارتفاع الكوليسترول داخل جسمنا. بالنمط الغذائي كيف ممكن نعتمد نمط غذائي صحي وصحيح بجنبنا خطر الإصابة بالكوليسترول؟ نعم، أولا عادات، عادات فينا نكون حياتية نكون عم نعملها، مثل الرياضة،
الرياضة، الإقلاع عن التدخين، شرب الكحول إنما بكميات محددة. يعني عند النساء ما لازم نكون عم نزيد أكتر من كباية كحول يوميا، وعند الشباب هو حسب المعايير العالمية عند الشباب ما منزيد أكتر من كبايتين يوميا، ومن المفضل يكونوا متوجهين أكتر على النبيد بكونه بيحتوي على مادة الريسفيراترول اللي هي مادة من المواد المضادة للأكسدة، وهي بتحمي الخلايا وبتحمي الشرايين، أو حتى الويسكي هيدا كعادات. وأيضا شل إكسار من شرب الماء له دور كتير أساسي كونه بيشتغل بيساعد أيضا على التخلص من المواد الدهنية. وللأكل أيضا في كتير أنواع أكل بتساعدنا على التخفيف من معدل الكوليسترول بالجسم، مثل تفاح. هيدا الوصفة الدايمة لكل الأمراض، بتخلي الطبيب بعيد كليا. صحيح بسبب احتوائه على الألياف الموجودة فيه بتخفف نسبة الكوليسترول بنسبة 10%. نعم. وفي الشوفان الشوفان بيساعد أيضا على التخفيف من امتصاص الجسم للكوليسترول. يعني هم تركيز على الألياف يعني. نعم. حضرتك. نعم. إن كان كنا عم نحكي عن التفاح، عم نحكي عن الشوفان، وعم نحكي حتى عن الخضروات بالخضرة الغامقة مثل الهندبة، الاسبانغ، الملوخية، والباذنجان حتى له كتير دور أساسي. واصلين على الباذنجان يعني. هيدي وصفة دايما بيقولوا لي الباذنجان كتير منيح وبيخفف الكوليسترول أو بيبعد عنك الكوليسترول. نعم. قد ايه بحق لي اكل يعني كل يوم يعني باكل باذنجان؟ اكيد. يعني حتى الاشخاص اللي بيكونوا اكلين وجبه غنيه بالكوليسترول يعني بالدهون، اثبتت الدراسات انه الباذنجان بسبب احتوائه على الالياف بخفف من امتصاص ماده الكوليسترول اللي نحن عم ناكلها خلال هالوجبه. سو حتى وبلاس على هيدا الشيء بيساعد على الشعور بالشبع، يعني الشخص ما بيعود اورينتد اكثر على انه يكون عم بخفي وعم بياكل اطعمه غير صحيه. في بعد إضافات يعني؟ نعم. في الثوم والبصل لهم دور أساسي أيضا بتخفيف مادة الكوليسترول بالجسم بسبب أنهم بيشتغلوا على الكبد، سو بينقوا الدم بينقوا الجسم الدم من مادة الكوليسترول. وطبعا مثل ما أوريدي ذكرنا المكسرات النية، الأسماك، كل هالأطعمة بيحتوي على مادة الأوميغا 3 اللي حسب ما أثبتت الدراسات أنه لها دور كتير أساسي بزيادة الكوليسترول المنيح داخل جسمنا. قد ايه اللحمة لها تأثير؟ اللحمة الحمراء ممنوعة بسبب احتوائهم على كم نسب عالية من الكوليسترول، سو الدار، سو بيزيدوا الكوليسترول الدار. واستبدالهم ما مفروض يكون بالدجاج، بكل شيء لحوم بيضة مثل الدجاج أو حتى الأسماك. بعد في شيء حابة تضيفي؟ الابتعاد عن القلي والفاست فود أهم شيء. هيدي شغلة كل الناس هالأيام. يعني ما منلحق نحضر أكل بالبيت، نطلب أكل جاهز. فاست فود نعتمد على بخلال الطبخ، طريقة الطبخ نعتمد على طريقة الشوي، السلق، أو حتى الطبخ على البخار. بعيد عن كل المقالة. نعم. أنا بدي أشكرك ماري تريزا عيقي على حضورك معنا لليوم، على كل هالنصايح اللي سمعناها منك كأختصاصية تغذية، ومنعطيك موعد إذا أردت أو منعطي المشاهدين والمستمعين موعد الأسبوع المقبل. شكرا من جديد. شكرا لكم أحبائنا، كنتم معنا بهالوقت المباشر، على أمل اللقاء بكرة بحلقة جديدة. هوينا هويك مكمل معكم ومع ضيوفنا اللي منشكرهم صرف على حضورهم، وشكر كتير كبير لكل فريق العمل اللي وصلنا لعندكم بالصوت والصورة، من إذاعة صوت المحبة ومن تلفزيون المحبة. إلى اللقاء.